هلأ والله مرحبا الحين عدنا في الحلقه الرابعه من لعبه راف أه امنا الحمد لله يعني اني ما مشيت اوه هذه قربت تطلع مره ما مشيت صح ما مشيت اي لسه ما رفعت المرساة قلتولي لي أه القو هذا الاخضر تقدر تاخذه من نفس البحر من تحت اول شيء تعال يا حلو انت فيك مويه انت تحتاج مويه ما يحتاج مويه اوكي وقلتوا قبل ما تشرب المويه كل اول شيء خلص الاكل بعدين اشرب المويه ما ادري صراحة يفرق ولا لا المهم قلتولي لي ما تسوي ريسيرش عشان كذا ما طلعت الحفاره لكن الا انا داري ان الحفاره موجوده هنا بس انها كانت تحتاج شيء صعب تحتاج حديد وينها؟ هذه الحفاره الشفل تحتاج حديد ولسه ما عندي حديد احتاج السملتر اول شيء نذوب الحديد اللي معنا بعدين نقدر ان شاء الله نس نسوي لها ريسيرش انا ودي قبل ما نمشي الحين ونحرك الحين خلاص من الجزيره هذه زين بس ابغى قبل ما نروح أه بجمع بشوف القو هذا وش سالفته وبذبح السمكه اللي قلتوا لي اذبحها قلتوا لي اذبحها واقدر اسوي بو هلا والله بس مشكلة احتاج القو هذا والقو يحتاج سملتر لأن بناخذ طحالب الظاهر ونحطها في السملتر عطنا الحين معي سبير او عندي اثنين بعد حلو هو هلا والله انا ناسه <applause> تكفين لا ياخذون اوه طلعت لا ما طلعت والله قربت تطلع صح والله قربت تطلع خاف اروح وتروح علي ياكلون العصافير تعال تعال مشينا مشينا ابغى اقتلها هذه اوه جهزت عيال جهزت طب اسمع اسمع ما راح ازرعها الحين هذه السيدز حقتها والله ما تعطيني الا سيدز واحده بس يعني ما اقدر اكاثرها المهم ما علينا مشينا الحين ابغى اذبح هذي الحلوه الحين الحصى والاشياء والطين اللي جمعتها متى يرجع يرسبن؟ وقلتوا القرش وين ما راح قلت له هو عند الاخضر هذول ما ادري قلت هي طوال لونه اخضر هذا القو بس هذه ما قاعد ما اقدر اجمعها ممكن نوع ثاني طيب آه قلتولي قلت له اسمك هذه البثره تنفجر او تنتفخ الظاهر بعدين زي زي الكريبر يا حلوين انتم اقدر اجمعكم ولا هذول اقدر اجمع والله ما ادري آه زبده ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا جاء جاب على الحصى وجاء الله يقلع ابغى زين ابغى زين الكاميرا يا بزر يلا بسم الله مواجهتنا الثانية مع الحلوة ذي. تعالي الكلبة تعالي. تعالي الكلبة تعالي. وش سالفتك أنتِ؟ Hold to pick up. ماتت. أوه عطتني إكسبل... إكسبلوسيف جو وبويزن مدري إيش راسه. آه هي سامة تعتبر. وهذول ما أوه الم... هذول طوال. ضمنكم هذه اللي جمعها. والله ظاهرة ذي اللي جمعها يا عيال. نوب مو بهي حلو والله عطتني حق <applause> القنابل اوكي تنفجر تنفجر ووو انفجرت انفجرت بس ما ادري اقدر الوتها واو خلاص اذا الظاهر اذا انفجرت خلاص يروح جثتها ما اقدر الوتها كل كل يا حبيبي كل كلك شوي وخلنا ننزل نشوف جثتك يا طيبة راحت اه المفروض ما خلى تنفجر يعني تكفى وينكم أنتوا هذا هو هذا هو اوه سي ويد هذا هو اوكي شوف مو طالع في <applause> كل مكان حلو بموت بموت اكسجين هذا نحط الظاهر في الفيرنس <applause> ويعطينا جو الاخضر يب اوكي يعني هذه الاشجار الطويله اوكي بس اللي ورا ما كان ما كان فيها <applause> سي ويد هلا بالمتل يو ايش هذا؟ ما عندي مكان طبعا قلتوا لي لا تصوروا انت تلوث يا عيال والله ما ادري ايش اقول لكم صراحه بس في شيء كذا احس حلو اني اوريها لكم ما ادري شوفوا لقيت لقيت زياده هنا يعني شيء جديد على على قناتي يعني اول مره ترى نشوف كيف التلويت وكذا فلازم لازم اطلع في التصوير طين وسويت والله ذا الكنز الزبده شلون رجعت اشوني رجعت كبر يا عيال هذا كبر مو مو حديد اوه اي والله انا حسب حديد هذه وش تتجمع بعد وات سيلفر ال جي طحالب انكسرت الاداه يا الله القهر انا كيف اصنعها مره ثانيه الاداه هذه هذه مره عجبتني احتاج بولت وسكراب سكراب موجود عندي كثير بس بولت ضار ما معي قلتولي لي البيض عند حيوان يشبه النعام بس ما ادري هل هو نفسه ذلك النطامر هنا قلتولي لي انه حيوان اصيده بعدين بالشبك بس ما اتوقع هذا 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 سبك هذا مو هذا ما يبيض شكله ما يبيض والله ما ادري طيب بسم الله فك الشراع الله ياخذك الله ياخذك ما عاد بقيت لي ارض يا كلب ما عاد بقيت لي ارض يا كلب تعال تعال يا حلو انت ايش وها عطنا لحم اوكي يلا روح سيده يا وحش وانتم يا حلوين تكفون جمعوا الصح عندكم انتم مو بكثار بس ان شاء الله ما تقصرون عندي ايش هذا هذا ووتر ميلون سيد اوه اقدر ازرع البطيخ هلا والله هلا والله والله يزيد لي مويه والله يزيد لي مويه اقدر اطبخها ما اقدر اطبخها بس يزيد لي مويه مره كثير يلا ما نبغى اكل حنا ما نبي مويه طيب نبي بولت عندي بولت يا عيال عندي بولت وعندي سكراب تعال تكفى عطني عطني هذا ثاني احتاج بلانك يلا يلا اقدر اسويه هلا بوي والله هذه فيك ازمه الزبده يا عيال في جزيرة هناك على اليمين طيب اسمعوا آه طبعا ما أقدر أسوي المرساة إلى الآن لأن ما سويت ريسيرش للحديد طيب فبس اقدر اسوي؟ اقدر اسوي مرساة عادية لان عندي حصى مرة كثير. يا الكلب خلي بطيخ الحالة. ورعان. هلا ابوي، هلا بالصيد الحلوة، تعال عطني انكر. حطه هنا. وجه الحلو هذا يمين شوي خل نروح للجزيرة هذه قربنا قربنا ايوه هلا بوي هل هل هذا طبعا صغيرة ما تسوى شيء بس ما عليه ما عليه احسن من لا شيء احسن من لا شيء حلو انت خلاص حلو خليك سيدة بعدين ان شاء الله لما نمشي شوف القرش قسم لك انك بثر ورع ورع ورع, ورع. انقلع طيب ننزل لها يا عيال ننزل لها بس خليني افضي شوي احس شنطتي مرة مليانة آه قبل ما ننزل الله يقلعك والله يكسرها بسرعة الكلب قسم <applause> بالله يكسرها بسرعه طيب قاعد يعني قاعد نخسر القارب الزبده ما علينا ببنيها من جديد الحين ايش نبغى نسوي؟ ابغى اسوي حبه دراي بريك او ويت بريك هذه والله يا اخي مكلفه مره نحتاج طين مره كثير خليك هنا لين تجيب بسين طيب بسم الله شوف الجزيره هذه ما توقف فيها حياه ما توقف فيها حياه لو فيها حياه صراحه فاهنيكم بس انا ابغى <applause> اللي تحت المويه ما يهمني اللي فوق اه ولا انا ناس طب عطني بذور الله يقرك <applause> ما عطاني بذور يقرا القهر طيب بسم الله والله اشوف شيء واجد شوف شيء واجد تحت المويه بجمعها بجمعها شوف الطين يا عيال يقرا الفله الله يلعب الله يقرعك يا كلب تعال تعال التيس ما يعرف يمشي حتى طنت بعد طنت بعد طنت بعد بس بموت انا بموت الله ياخذك انقلعي بزران خلوا بطيختي لحالها انت طبعا مستحيل تصيرين ناشفه عشان في مطر بس الحين اقدر اسوي زياده تعال اثنتين ثلاثة زيادة الظاهر اه. خلاص اقدر الحين ابني السملتر حلو 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 عطني يا طول عمر السلامة البلاستيك عندي بلاستيك عندي بس ثلاثة وش الفقر ذا والله ما عندي بلاستيك كبيرة اجمع بلاستيك هذا وشو ذا على الجدران هذا النحاس اي والله نحاس وهذا الحلو اللي ابغاه الاعشاب لقيتها والله كل مكان موجوده اوه اه انقلع خليني نشوف هذا ايش فيها اخذت جاينت كلام كلام اللي هو محار لا تجي لا تجي عضة واحده موت عضة واحده موت انقلع تكفى يا هل لقينا كلام وش سالفته؟ اي كلام تعال تعال خلنا نسوي ريسيرش او شيء خلينا نسوي الطحالب ايوه حلو ما ادري ايش علمني علمني شيء علمني كيف اسوي فليبرز اوه هذه حلوه خليني امشي بسرعه في المويه طيب آه الكلامب ما طلع لي شيء الى الان إيه ما طلع لي شيء طبعا قلت لك تسوي لير هنا عشان اقدر اصنعها ادري يا عيال بس الاشياء اللي ما عندي المواد حقتها ما اتعلمها او اللي ما ابغى اسويها ما اتعلمها عشان تصير زحمه تعال 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 هذه وشو انا كاني لمحت صناره مثل فيشنج اوه بس كراب اه تحتاج حبل مشكله ما عندي حبل عندي نقص عندي نقص في في الورق الله يقلعك والله اني سمعت صوتك والله اني سمعت صوتك البثر تعال اقرع ما انتبهت ان هنا بغيت اطبي عيال انقلع انقلع يرحم لي والديك فكر شرك طيب 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 اسمع 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 هذه جهزت يا عيال جهزت طيب خلينا نمشي بحرك عند الجزيره زين ما عجبتني مره القرش بثر صغيره فعطني يلقاني اما ذيك القبر كانت كبيره فما يمدي يدري وين فيه فهمتوا احلى احلى من ذي مشينا مشينا المشكله احتاج صناديق لان ما عندي لا بطاطس ولا بيتروت ما ادري كيف الله يقلعك الكلب الله يرزقني اسهم وانا فيك اوه تشوفون جزيره على يا عيال والله كبيره والله كبيره والله كبيره يا عيال وش دي الجزيره هذه بتكون ان شاء الله نفس اللي رحنا لها في البداية الحلقة الماضية كبيرة مرة اوكي اوكي الله يستر الله يستر احتاج انا بس حبل زيادة يا رب يا رب يا رب يا رب رزقني حبل الظاهر الحين يب اقدر اسويها اقدر اسوي هذا ثاني تعال عطني حصى عطني انكر هذا اخر ان شاء الله ان شاء الله ان اخر انكر نسويه خشبي او استعمال مره واحده قصدي اوه انا هذه ما سويت لها ريسيرش ما سويت لها ريسيرش اقدر اسوي فزاعه اقدر اقدر اسوي بيرد <applause> نست أقدر اسوي عش قلتوا لي هذا راح يجيب لي بيض ايوه نقدر نسوي عش عصافير يقلعوا بالفله يخرب بيت ال... يخرب بيت الحجم والمساحه يا حبيبي وقسم الله كبيره تعال ودني ودني مين زياده ابي ابي اوقف على الشاطئ هناك وتدري لا خلني على الطرف عشان لو جينا نمشي يكون اسهل لي شوف شوف وين وصل وين نوصل الشجر وحنا بعيدين لسه يا لاعبي تكفى لا تموت علي لا تموت علي جوع يرحم لي والديك اوكي كذا مناسب نوقف تعال القرش شفتك يا بثر في طير نفسه فوق اوكي اوكي في واحد فوق يا اخي انقلع اسمعوا 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 يبي لي اشوف حقت العصافير هذه خلينا نجربها تعال وينها؟ ظهرنا سهلة هذا بيرد نست نحتاج ليفز عش. اوكي ما عندي والله مشكلة مرة قليل عندي والمحار المحار مفروض انه كان معي وين راح؟ سويت فيه ريسيرش يا الله يا رب اني القى واحد ثاني غيره يا عيال نحتاج محار نحتاج محار يلا يلا ما عليه ننزل الحين ندور اوكي عندنا الحين ستة بريك نقدر نسوي سملتر بس خلنا نصبر شوي يا عيال خلني ابغى اشوف المنطقه ذي اول الله ياخذك الله ياخذك وين دارينك تجي مو تكفى احتاج لحم تكفى احتاج لحم تكفى اسف 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 لا تجي والله نحتاج لحم يا شيخ ميت نجوع طيب اسمعوا قبل ما ننزل ابغى اسوي سلاح زياده نبغى نسوي البو نبغى نسوي البو فعشان كذا ابغى اصنع سملتر خلاص اوكي صح انه كان بدي اجله لكن لازم نسوي تعال عطني هلا بوي انت وين خلي مكانك مشكلة ما ودي اخسرك خليك خليك جنب الموية هلا بوي حط حط فيه خشب وخلي نحط فيه الحلو هذا نسوي القو بس واحدة اقدر احط صادقين ولعنا عليها نشوف اتوقع راح تعطينا هذه وراح نقدر نسوي فيها ان شاء الله السنار البو نحتاجها نحتاج اربع حبل وجع لازم انزل اجمع حبل يا عيال وارجع الله يستر يا بسم الله وش الغابه ذي فيها هذول الطوال فيها اشجار غريبه كانها غ... في صوت شيء يمشي انا ناس حلو ميتين جوع اي شي هلا ابوي وش ذا صندوق بلانك وسكراب وفره في جيبك تعال تعال عطني عطني خشب في خنزير الله يقلع في خنزير يا عيال بيعطيني لحم والله تاجه هذا وش ذا الله يقلعك جاء 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 اوكي احنا عرفناه الحلقه الماضيه اوكي بذبح يا عيال وبجيكم اوكي اوكي بذبحني وبجيكم يا عيال مات يا عيال اخيرا ما ابغى والله دمجني يا عيال بس جبنا لحمته اشوا اشوى, أشوى. لقينا لحم يا عيال انقلع 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 ما نبيك يو 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 يا القوه يو يا القوه جردناه باقي <applause> بس القرش الدوده ذا انقلع هذا هو تعا إيش تعا معليش معليش قطعنا المهمه حقتنا بس عشان بحط اشويها والله بطيختي راحت بطيختي الناس راحت كلهم الله ياخذ العصافير الله ياخذ العصافير يا الله انت اخذهم يا الله يا كريم القرش ابشركم قرب يموت فان شاء الله بنجدد ان شاء الله يلا يلا مشينا مشينا خاد ما ادري ليش احسه مليانه كفو كوف كذا تعطي انطباع ان فيها كهف الا والله فيها كهف يا عيال اه يا رب كيف اقدر استفيد منه اوكي هذه نحتاج الحفاره ان شاء الله الحين نقدر نسويها لان اقدر اسوي الحديد وفيها فيها مويه فيها اصوات غريبه اوكي المويه هذه من برا الجزيره حلو فيها طين على شكلنا بنستقر هنا يعني بنستقر هنا بس ضبط السميلتر نسوي سملت الحديد والاشياء الحلوه هذه الله يقول قاعد يرجمني الكلب يبي يرجمني الكلب انقلع يا شيخ الله لا يبارك فيك جنبي قاعد ياخذ حصى التيس بزر كلب 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 يبي يجيب راسي في اثنين والله في حبيبي والله موجودين في, الغابه ذي بسم الله هذه فاين جو عطاني خلينا نحط الحين حديد وننام طيب وين الحديد؟ هذا هو حطه يا وحش ورقد اوكي اللحمة جهزت والله جهزت تعال تعال عطني لحمة ثانية خلنا نام خلنا يا عيال حلو 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 بنسوي المتل ان شاء الله ونمر زينة هذا جهز المتل انجوت نسوي له ريسيرش تعال وش بيفتح لي بيفتح لي كل شيء اقدر اسوي حتى اقدر اسوي كل شيء يا عيال الحين اقدر اسوي الحفارة حلو تعال عطني زيادة هنا عندي طين وعندي ساند هل أقدر أسوي بريكس زيادة وأبني لي سملتر ثاني يصير أسرع لي بشكركم يا عيال غدانا جهز الحمد لله يلا بسم الله ننزل نكمل ننزل نكمل آه برجع الأغراض هذه معي وبعدين إن شاء الله ناخذ القو أوه جهز المتل حلو حط حط القو. حط القو تيس مات أخيرا أخيرا فكني شرك يا كلب لا 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 ترمي اغراضه يا كلب شرمه 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 شارك توكل على الله بس تعال تعال اعطاني هو سمك هذا حلو اقدر اشويه هلا ابوي عشان بعد جانا يا عيال الحمد لله ارزاق ارزاق سبحان الله والجو جهز وسوينا البو يا عيال سوينا البو الحين اقدر اسوي اسهم الظاهر احتاج ستون وبلاستيك ستة بلاستيك ايش هذول الاشياء؟ هذا ايش؟ مانجو سيد كل هذه تطير في السماء اوكي كرافت سوينا 12 طلقه اقدر اسوي اكثر بس ابغى اشوف يعني فعاليتها صراحه الله يقلعهم يطيرون طيب اسمع اسمع رجع رجع الباقي الله بسم الله نزلنا يا عيال اخيرا اقدر انزل وانا مرتاح عندي سلاح يا عيال يلا 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 خلينا نجمع شيء اللي هنا بما أن القرش مات الله يقلعه خلي فكنا شرة يا عيال وش ذا؟ طلعني 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 وش ذا؟ يو وش ذا الخرقان يا عيال اللي يقرعوا الفلة قاعد <applause> أدور محار <متحدث> في السمكة هذيك اللي تركت لها بس الله أكبر كل أغراضي طارت أبا نص أغراضي طارت ما عندي مكان ما عندي مكان مع البيت الشنطة أصبر أصبر لها رجعة لها رجعة أوكي خليتها كلها يا عيال في سمكة هذيك المرعبة يا حلوة كيف السهم جوا المويه ايوه ضربتها ايوه اوكي والله الاسهم معلقه فيها ضارنا ماتت يا عيال والله ماتت يا عيال قتلتها قرش ما ما جاء أشوا. قتلتها هلا ابوي اربع طلقات واقدر اخذ الاسهم يقرعوا الفله في محار طيب انا ادور محار يا عيال عجزت القى. يا جا القرش الله يقلعه. جا القرش الله يقلعه، خلينا نجرب عليه الاسهم. نشوف ردة فعله يا عيال، ها؟ هل بيروح يخليني ولا بيرجع؟ في شيء تلمع تحت ودي اجمعها. الله يقلعه، اوه تركني! تركني قبل ما يوصل! طقة واحدة في خشمه وخل... و... بعدته عني. الله يقلعه، جاني من فوق من... أحمر! صقعت فيه، هذا وش أقدر أخذها؟ سيلفر ما ادري ايش وش ارمي بسرعه روح يا حبل روح والله نحتاج الحبل الله ياخذك رجع لي اسهم يا كلب رجع لي اسهم بعدين الطاق <applause> يا حمار والله نشبتها في خشمه يا عيال تعال <applause> تعال تعال شوفوا شوف كم جمعت قو جمعت سبعة وثلاثين جمعت ستة طين وستة تراب ابغى اسوي هذه الله ياخذك تعال 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 <applause> تعال ما برايح <applause> تعال تعال رجع لي اسمي تعال كلب والله انا فيك والله خلصت اسهمي يا الكلب الله ياخذك رجع اسهمي كلها في راسك حمار اخذ كل اسمي يا عيال اقدر الحين اسوي النت هذه صح البيرد يب احتاج ليف نفضي شنطتي اول شيء عندي زحمه والله هذا يقدر امسك فيه حيوانات واقدر اسويها بسهوله بعد كوكينج بوت بسهوله اقدر اسوي والله تسهلت علي ستيش هذه انكر بعد اقدر اسويها الحين اوكي والله اني محتار وش اسوي من كثر اشياء محتار وش اسوي شوف هذا سيلفر ال جي سوينا الحين ريسيرش طحالب رصاصيه ليه ما اقدر اسوي لها اقدر طيب احطها هنا لا لا الله يستر يا عيال وش والله عندي اشياء واجد اقدر اسويها لدرجه اني ما ادري شو اسوي منهم من كثرها ما اعرف شو اسوي صار لي صار لي حديد زياده اوكي عندنا الحين اثنين متر إنكوت التيس ما يرجع ويجيب لي اسهمي قسم بالله احتاجها يا قرش تعال عض والله عادي مسامحك اه صح لسه نحتاج الكلام نحتاج المحار نحتاج المحار عشان اقدر اسوي العش حق العصافير ما ادري بلقاه هنا ولا لا طيب بسم الله وش نقدر نسوي متل سبير والله كويس المتل سبير هذا راح يطعن لي اياه كويس صراحه أم... أه... انكر اوكي ما نحتاج انكر حاليا حاليا ما نحتاج عندي واحد حاطه النت هذا اكيد احتاجه نتعلمه أم... أه... كلهم طبعا بس انا ابغى اشوف اشياء جديده هذا الكوكينج بوت حق الطبخ راح اقدر اسوي فيه ميكسينج واشياء وكذا حركات بس هل هذا اللي ابغاه الحين؟ ابغى اسوي المطارة أذكر في مطارة نت <applause> لونشر والله سهل يا عيال أقدر أمسك في أي حيوان أبغى بس مشكلة بعدين إيش أسوي في الحيوان ما أدري فأبغاكم أنتم تعلموني شو أسوي في الحيوانات هذه هذه أقدر أسويها برضو سهلة نحتاج قو أوهوهو. عطني عطني الشواية عطني الشواية الشواية شلون نسويها اه هذه هي هذه هي حقت المويه نحتاج بلاستيك ولا عندي بلاستيك للاسف ما ياخذك اسهمي وينها؟ قسم أسهم بالله اختفت اسهمي يا حقير اختفت اسهمي يا حقير اخذها كلها الكلب خلاص يعني من الحين نعرف ان اسهم ما نستخدمها على القرش عقب ما ضيعت نصها الله يقلع القهر آه مطار طبعا اقدر بعدين اسوي لي ريسيرش واخليها حقت غوص. هذه سمبل بيوريفاير وهذه ادفانس كلها تحتاج بلاستيك وهذه تحتاج جلاس، جلاس الظاهر احط تراب في هنا وتظبط ان شاء الله. شير هذا عشان يقص حق الحيوانات. يا ابغى هذا عطني عطني سبير ذا، محتاج بلانك ايزي عطني عطني، تعال عض يا كلب، فيك خير؟ تعال عض الحين، ورنا خش رجال ولا لا؟ ما تقول رجال، تعال. اوكي، هذا الاستورج نحتاج نسوي روب عشان نقدر نسويه، اوكي، احنا الحين وقفنا عند الجزيرة هذه، عندي اشياء مرة كثير اقدر امنيها، زين؟ مرة كثير لكن تحتاج بلاستيك، والبلاستيك عندي نقص مرة قوي. بجمع ان شاء الله، لكن حاليا ابغى انزل الجزيره هذه استكشفها اكثر وعطني تكف خليني اصلح و... وعلموني انتو اشياء اللي اسويها اول وش ابني اشياء اهم الحين اهم شيء وشو هل احتاج الحفاره اروح احفر؟ احس ما له داعي، هل ابني سملتر ثاني؟ احس برضو ما ادري. تعال عطني يا حلو. يا عمري عليك والله ذومنا كل الحديد باقي بس هذه حبتين، تعال خلينا نكملها. هل ابني الكوكينج بوت ولا الجريل الاول؟ ما ادري هل البرد نست هذا مهم لهالدرجه اروح ادور لي على كلام والله الناس ظاهر بنزل ادور الصدق اه يا كلب ما درت انك جنبي يا حمار يا رهيب ذا ودي اجرب عليه الله يقلعها قاعده تلاحقني دي جربي 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 الحديده دي جربيها هذه جديده جربيها تكفين شوف قوتها ماتت والله ماتت بسرعه هلا ابوي يا عمري عليك والله قوي قوي السلاح ذا يا رب بس في محار يا عيال في في كنز ثاني تحت الارض وش السالفه؟ في سمكه ذي تحرسها تعالي, تعالي 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 يا قلبي تعالي ذوقي ذوقي السلاح الجديد كم ثلاثة؟ أربعة؟ أربع طقات تموت يا عيال. يقرع بالقوة. محار إلى الآن للأسف ما لقيت. إن شاء الله ذا يعطيني شيء يسوى. يا رب يا رب كيس كراب هنج حلو حلو اعطاني اشياء حلوه يلا ما عليه ما علي. ان شاء الله نجيب المحار في يوم ثاني ولسه جزيره ما خلصنا استكشافها الله ياخذك يا حمار فعلى العموم مو مشكله راح نوقف هنا يا عيال آه ان شاء الله انتو بتعلموني اشياء زياده مهمه خصوصا عن هذا سيلفر جي طحالب هذا الراس الخايس اللي ما نحتاجه آه تعالي تعال يا حلو تكفى نشوف توجعك ذي ولا ما توجعك طقتين تخليه ينحاش والله شكله قويه مره بس ابدا علوني الاشياء هذه وش ابني وش ما ابني راح نوقف هنا شكرا استمتعتوا الناس اشتركوا في القناه حط لايك لكم مقطع سلام